سمعت، بس عايزة أسأل الدكتورة، أنا عندي رجليا اليمين الكيرف اللي هو بعد الكعب كده في التهاب جامد، بقالي أكتر من شهرين وباخد علاج ليه ومش عارفة سببه إيه، ألف وإذا بكون سلامة بدوس عليك، على حرف سكينة. ألف سلامة على حضرتك. وإيه أهلا تاني؟ أهلا، يسلم حضرتك. وعندي ضيق في القناة الشوكية، طيب عند حضرتك بيأثر إيه؟ بقى على رقبتي وعلى معلش، كتافي وديا الاتنين. أنت تمام. طولك كام ووزنك كام؟ أنا وزني 113 أيوه وطولي 100، ما كملتش 160 يعني. طب أنت عاوزة تخسسي ولا عاوزة وزنك يفضل؟ لا أنا بصراحة عايزة أخسس، أنا عندي كمية دهون جامدة في بطني. طيب، وعندك استعداد تخسي يعني؟ اه بإذن الله. طيب الرجل دلوقتي بتحس بالألم بيجي من فوق لتحت ولا في نقطة لا ده معينة؟ في بعد عندي بعد مش كعب الرجل حضرتك، الكيرف اللي هو بين كعب الرجل وبين الصوابع كف الرجل. أيوة اه بطن الرجل يعني. يعني عن أيوة ده بتحس فيه بنغز ولا بتحس فيه بحس لما اجي بكهرباء؟ امشي او انزل من على السرير اكون قاعده واجي اقوم أيوة زي ما اكون بدوس على حرف سكينه. أيوة بتحس فيه بنغز يعني اه عند الدوس لا بس. مش نغز، ده ألم جامد، ألم حاد كده زي ما أكون بدوس على حاجة حادة، بتورم ولا ما بتورمش؟ أحيانا بتورم وبتبقى حمراء. اه طيب الصبح تحسي عاوزة تدوس، بتبقى سخنة ولا باردة؟ لا بتبقى دافية بتحبي تدوسي على البلاط يعني وحافية حافية؟ أحيانا أحيانا. اه طيب بيريحها عملتي شوية. تحليل يوريك أسيد؟ أنا عملت تحليل يوريك أسيد مفيش حاجة، مفيش وعملت يورك. اللي هي سرعة الترسيب والديات ما مش فيش حاجة. طيب دلوقتي ما وصفتيش فيها، ما تلوتش قبل كده خالص؟ لا كانت بتتلو من زمان يعني، انزل في اي مواصلة انزل عليها الاول هتروح اللي فيها التواء كده خفيف. طيب يبقى دلوقتي علشان نعالج الإصابة القديمة دي هنعمل شوية حاجات. نمرة واحد هنخفض الوزن، تمام، نبدأ الرجيم لتخفيض الوزن. طبعا انت شايفة الأكلات اللي احنا عاملينها دلوقتي أكلات جميلة اه يعني، شايفاها. اه كلها أكلات محترمة وجميلة وما بترفعش الوزن وبتخفض بتخسس كمان. الكوليسترول، كلها أكلات مفيدة يعني. يعني احنا مش عاملين أكل عيانين، مش بنقول لكم ماشي كله مسلوق، مش كده؟ صح. عندك النهاردة طبخة الأرانب دي كويسة جدا، وفي نفس الوقت الفراخ بترفع الوزن جامد جدا والأرانب دي بتخفض الوزن. اتفقنا؟ ادي واحد. والنهاردة عاملينها بشكل مختلف بحيث ان الناس اللي ما بتحبش ريحة الارانب او طعمها النهاردة هدوها بشكل مختلف خالص، اه يعني مش هتحسي بطعم الارنب اللي هو الناس يعني بتعرف تميز لا ريحته قوي احنا لا والكلام ده. احنا بنحب الارانب اصلا طب يعني، الحمد الارانب لله جميل الحمد لله مفيدة. طيب الحمد لله. احفظي بقى الوجبة بتاعت النهاردة دي واعملي بقى رجيم الارانب ده. وهنعمل بقى دلوقتي حاجتين، هنعمل حمام خردل للقدمين، هنجيب الخردل ونغليه ونسيبه لما يبرد ونحطه مع شوية خل، ونحط فيه القدمين لمدة نص ساعة مرتين في اليوم. وهندهن الجزء اللي بيقلمك ده هندهنه بزيت كافور وزيت زنجبيل وزيت حب الرشاد مع فازلين، ونغطيه بكيس بلاستيك وندفيه، نلبس عليه شراب بعد كده، وده هيديك نتيجة كويسة جدا. وعاوزك دايما قبل الأكل، قبل الأكل هنغلي كمون وقرفة ونحط عليه ليمون شرايح بقشرها وبذرها زي ما هي، ونغطيها ونشربها برد قبل الفطار قبل الغداء قبل العشاء، هيبدأ وزنك ينخفض وإن شاء الله هيبدأ الألم بتاع رجليك يختفي. ماشي.